أبي منظرة أشوف وجهي. إن شاء الله إن شاء الله بتشوفين وجهك. ما عليك إلا العافية. ما يما علي، أنا أقول يما لو تروحين البيت أحسن لك، ترتاحي. خالتي أنا مرتاحة، وبعدين ترى يعني بنتك ترى مو بس رفيجتي، أخت الدنيا. أدري حبيبتي، يعني مو سهلة. أدري يا قلبي، والله أدري يا عمري، بس أنت روحي البيت ارتاحي، باكر الصبح تعالي. خلاص شرطك وعدت، الله راح أروح ولو إن قلبي مو مطاوعني. بعد عمري الحين هي نايمة ما تدري عن أحد، أنا اليوم بقعد عندها ماني رايحة البيت، روحي توكلي على الله. زين أنت مو شيء وأنا يا باكر الصبح. أبي السلامة راسك حبيبتي. أكيد. إي والله يما، بس دير بالك حبيبتي على السيارة، دير بالك في الشارع. حبيبتي عمري بحفظ الله، عد قلبي والله. يلا يا هلا وسهلا. هذا السكر. اي شيء ثاني؟ حياكم الله، حياكم الله، يا هلا وسهلا. علامك؟ مفروض التقى انا وصاحبي هون. اي صاحب؟ لك صاحبي سعود بده يتعرف عليك. قال الي اي سعود؟ ترى تب سولف لي عنه قبل. لك لا هو من الكويت، من ربعكم. ويعني من الكويت خلاص صرنا نعرف بعض؟ زين هو يعرفني يعني؟ لا ما بعتقد بيعرفك، بس انه قلت له انه في حدا معي ساكن من الكويت فحن الدم ومدري شو، صار بده يتعرف عليك. ايه وين زين؟ متى قال لك رح يجي؟ على اساس بدنا نلتقى هون، وهو قال بيعرف المطعم بس ما شكله اجى. زي الي علامك توتر، قاعد تلفت لي المطعم، خلاص قاعد بدق عليه. نسيت اخذ رقمه. تتوقعين انا ما يتبش علي يتهرب مني ما يبي يشوفني؟ لا يا يما، ان شاء الله كلها ايام وتكوني الاجمل والاحلى. بسم الله عليك حبيبتي. لا تشذبين علي يا يما، انا ما ابي علي يشفق علي. انا تمنيت زوج مع اني خذيته غصب علي. ايش فيك يا يما الليله؟ ايش فيك هالافكار؟ انا بالنسبه حق علي